على الشركة الأصغر. ما صلش ده دوا شركة أصغر. جيم شركة نقدوه شتو. الحلف بغير الله. دوي بار الله هو شن قيه شن زرت. يحلف بالنبي يحلف بالولي. دوي بوتو باي مارترت يا تعديل جيرجل شن زرت. يحلف بالصالحين. شتا تعديك ناغن تير تاني دوي بوتو. بحياته. شي داخر تاني بحياة الوالدين يوخش يدينا نتر تاني تير داخر بالطعام بالشراب قليل إذا دوي بارا يأم تاني مالر تاني هذا كله شرك أصغر إشهاد شرك أصغر جيم شرك يوخدوخش لا يحلف إلا بالله دوي تبوح الله يترت بي كذلك لا يمكن أن يقول لولا فلان لم يكن كذا يقول لولا الله وحده تا إيش تقالي شاتر مع بو يحين يا أخوة تعري إيش تخدر عن قالي شاتر مع بو يا إتو إيوة تعري إيش تخدر عن يلا قالي شو بو قال دي يزحنا الله هو إيش تبين عري خلي شاتر ولا يمكن أن يقول لولا الله وفلان لأن الواو تقتضي المساواة تا إيش ت الله يو الله يو إذا يحين يا أخوة تعري خدر عن إيش تعري شاتر مع بو من يج الله تاني تندرج حلوه قاعي أفضل شيء يقول لولا الله وحده. أقر هو اللي عدي كده الله واتعري يخر دار يخ إيش تخر دارون إيش تخر دارون آل دارون. أو لولا الله ثم فلان. تحقق آل نك شدي كده دحر الله يختوط يح يحين يا أخوة تعري آل إيش تقال شون. كذلك من الأمثلة على الشرك الأصغر ما يعلق بعض الناس في البيوت أو على السيارات أو على الأولاد. إيش ده شرك أصغر يقدوش دعونا ناق تعت يعني إيه أخ شلا تعتهم شيء شو ح مش يعني شو ح شيء بير شن حد تير كيوك دي شيء غورتن دي تير تند إيه أخ شلا مش يعلق رأس ثور مثلا رأس الخروف الذي له قرون مثلا إيش ده معش بيجني معش دي أختو مش يعني دي شو ح أو يعلق مثلا حذاء قديم نعل قديم يو ماشي أنتي توستو تعطيش ماج أو بعض الخرق يعني قماش قديم أسود إيش تعطي قادي إنشتي أختو أو يضع كف مثلا أو عين إيش شيء كيك لدون إيش تعصور تخلتي قاح يوخ بعق خلتو يوقح لماذا تضع هذه الأشياء؟ هون دو يخشو تاريش هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بايمر صلى الله عليه وسلم ديو نيتي هل هذه الأشياء تدفع العين؟ أتهم وعشيخ بعد تخولي الدية هذا كله من الشرك إذا شهدك شرك وفي دوغ شدون من يحفظ لنا هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى الله هو بي ويلر دي أشتاتهم